البيجر وما دق، ودقيت له على البيت ما حدا رد، ودقيت له على الموبايل كمان ما حدا رد. شو العمل؟ ليكون عم يعمل له شي عملية. الساعة 11:30 أكيد معزوم برا، نقيب أطباء. تعرفي؟ رح حاول مرة تانية. لك يا جماعة قلوا لي شو نعمل؟ تربطت إيدي. يعني كان ضروري الصبح ينادي له ويقول له بابا. إيه بس بقالوا له مشان الله تسكتي. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا أصابتكم مصيبة قولوا إن الله وإن إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. شبت إيدي، غمسته، أشرت له بإيدي، عدرت له شفايفي، إنه ما يحكي، ما صار إلا حكى. طيب شو أعمل؟ بس أنت لا تأخذني يا أبو مازن، يلي قال له ينادي للمنجد الله يكسر إيدي. بعيد الشر عني اختي، انا حبيت اخدم بس بصلحي الله يصلحه، ما صار الا تورط معه، مع اني قلت له شو بدي اعمل اذا الشيطان وسوس له انه يحكي معه هيك، ما صار الا حكى. ما حدا رد، اتصلوا ما حدا رد. شو العمل؟ وينك ابو حمدي؟ انت احكي مع ابو يامي. يي تذكرت ولي على عينك إلهي، شلون بتقلي بعدي عنه ليأخذوكي معه؟ عوض ما تيجي انت تبعدن عنه معي. خود دقله شكايتك إلى الله. ألو اختي، أبو يامي موجود؟ شو؟ قال لك إذا صار زلزال لا تفيقيه؟ ماشي أختي، إذا سمحتي قولي له إن أنا اتصلت فيه. أنا أبو حمدي أختي. شو قالت لك؟ قالت لك تظمو؟ هلا كل العالم اتنصلت؟ يا ربي شو بدي أعمل أنا؟
وانتي التانية هلا كنتي عم تبكي؟ اجتك المتوبة ونعستي؟ وجوزك وابوه واخوه بالسجن؟ والله مو بيدي، مو بيدي يا عمتو. لك طولوا بالكم يا جماعة، طولوا بالكم. وانتي يا ست شكرية روقي وهدي اعصابك. لك حبيبتي والله لولو ما الها دخل، عين عين وطرقتنا يا جماعة. لك ها طقنا. هات عمتي هات ناولني هالتليفون، هات اعطيني. بعد لي حم الله يجيب لك ياهم بالسلامة يا حم. وقف تقبرني لدق لأبو عادل. ألو السلام عليكم، بدي أبو عادل بالبيت. إيه طيب أعطيني رقمه. مين أنا؟ أنا آنستو شكرية. خلصني ما بتقدر؟ ايه طيب بس لأحكي معه بورجيك. وينك؟ أعطيني واحد أعلم منك بهالمخفر. في هذا المساعد اللي شو اسمه يا ربي، شو اسمه؟ ايه دهمش. قال ما بيقدر. قال والله والله بس احكي مع ابو عادل والله لخليه يمسح فيه الارض. الو مرحبا دهماس. اي انا شكرية. هذا الشرطي اللي عندك ما رضي يعطيني الرقم تبع ابو عادل تبع البيت. اي انت رح تعطيني، الله يرضى عليك الهي بحفظه. ايوه ايه حفظته حفظته خلاص. شكرا الله يعطيك العافية، مع السلامة. استنى الو مرحبا اختي معادل، انا انسة ابو عادل بالمدرسة. الله يحفظك نتشرف. تقبريني اذا سمحتي، عاوزة ابو عادل ضروري. لا خير ان شاء الله خير. انا بقول له وهو بيحكي لك. نايم؟ ايه معلش تقبري قلبي في ايديا. ايه بستناكي على الخط، كتر الف خيرك. شو عم بحكي مع رئيس وزارة انا؟ ايه هذا كل اللي صار يا ابو عادل. هاي حكيت لك من طقطة لسلام عليك. تفضلي. الله يرضى عليك الهي. بعرف انه انتو شرطة وما دخلكم، بس الواحد الا ما يكون له معارف. جمال جمال ها كأني متذكرته، هذا كان معكم بنفس الصف الأسمر القصير اللي وشه أصفر. ايه كان يقعد بالمقعد الثالث جنب الشباك. يه صار بالمخابرات إلقها ولو مركزه كمان. إلا كان أعطيني رقم تليفونه، أعطيني وعنوانه كمان بدي إياه. أعطوني ورق وقلم يا بلاد. أوام أوام لو طالبة لبن العصفور كان أهوان. الله يرضى عليك إلهي. لا لا مو لك تقبرني، لا تأخذني أبو عادل الله يخلي لي إياك. فيأتك من نومك والله، لو ما كان في شيء ضروري ما كنت بفيقك ولا كنت بخليها تفيقك. يلا نقلني الرقم. خد عمتي اكتب لقلك. ستة ستة ايه واحد واحد ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة سبعة سبعة خمسة خمسة سبعة سبعة. ايوه اعطيني العنوان بقى.
بنايات الـ14 14 هذاك رقم التليفون بالمزة ايه بعرف وبناية الـ14 كمان قريبة قريبة ايه ايه تقبر قلبي تقبر قلبي انت عمل جهدك الله يخلي لي اياك ابو عادل ابو عادل مع السلامة مع السلامة يبعث لي حمك يرجع لك ابوك الهي واخواتك بالسلامة شو ست شكرية طمنينا لك طمنينا انا ساعة قاعدين مثل الطرشاة بالزفة طمنينا ان شاء الله خير الو السلام عليكم بدي جمال اللي وحده معرفة شو معرفة معرفة يا اخي وحدة بتعرفه من زمان يا شو رح تعمل معي تحقيق يا اخي انا كنت انسته بالمدرسة ها اهلين جمال هذا انت لخزيت العين صوتك تخنان صار بيرعب اي والله افتكرتك الحاجة شلونك ان شاء الله منيح انا الحمد لله من الله منيحة بس واقع بمشكلة اخي وولاده اخذوهن هدول ضراب الصخن عم تسألني مين؟ يعني جماعتكم ليش ما احكي على التليفون؟ لا ما بستنى للصبح ايه بدي اقرب منطقة لكازية عواط ايه بعد 10 دقايق ايه بستناك سيارة مرسيدس سودا طيب مع السلامة ليش هدول كلهم بيخافوا بيقولوا لا تحكوا على التليفونات التليفونات مراقبة ام حمدي ايه سكوت بعرف شو شايفني ما بعرف بس هدول اللي بيراقبوها من شو خايفين هلا المهم انا رايحة لعنده رح يبعث لي سيارة وشوفه هلا الساعة 12 بعد نص ليل ولوحدة لا تكون خايفة علي يا ابو حمدي لا لا كل فكرة مخوف بلد وانت بتعرفني روح معك عمتو لا ارجعنا محلك لك الله معك الله معك يبعث لي حمى حتروح على طول المخلوقة الحق معها لانه اللي بروح على هيك اراني بروح مفقود وبيرجع مولوم الهي رجعك بالسلامه يا حق طولت الها ساعتين غايبة عن البيت عمي لولو وقفت لها شي سيارة لا عمو ما في ولا سيارة أحلى أحلى يكونوا مسكوها هي الثانية بيكونوا لموا العيلة كلها وحطوها عنده وبرتي وعرفها لسانة فلتي تقعد تحكي له شي كم كلمة بيهزوا لدان وهدول ما بيلقوا مزح لا معقولة وصلت للنسوان أبو حمدي استهدي بالله وتوكل على الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف تفضل ابو مازن ان شاء الله ربي بيسلموا هديات اوخ مسكوا عم بخا هدول الاهوات من عندي ما اجاني اظراف الله يجيب العوائب سليمه امين تفضلي دكتوره اعطي لابو حمدي انا ما بشرب لا قهوه ولا شاي تفضل ابو حمدي ان شاء الله من ايد ما نعدمها يا ام لولو لو اخذتني معها شو كان صار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عقلي عم ياخذ ويجيب والوساسة الخناس عم يأرجيني تصاوير العياذ بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مدامها طولت معناتها محلولة احاش تغلي وتفور مثل النسوان بقى ابو حمدي او ماسكينة ام لولو حاطينها مع اخوها ولاده دكتورة شبكي مالك على بعضك لا ما في شيء ابو حمدي شوية تعب وارهاق هذا غير القلق ماما حمو في 3 سيارات سود اجوا وقفوا قدام البناية وليه
قولي بلكي جاي نابتون إلي بخيرك يا أبو مازن. علي والله ما لي لا يعني كفة وإلا هي أكيد مرتي متورطة معه بشي كم كلمة. بخيرك يا أبو مازن دافع عني حاميني خبيني. طول بالك طول طول بالك يا أبو حمدي طول بالك. عم لولو اطلعي على السيارات ليكونوا مو على البناية. هذا هي أكيد مرتي مورطتني مرتي معروفة معروفة يا أبو مازن. دخيلها كبيرة هدي دخيلها هدي لك شبنا هدي أبو حمدي. والله إذا لبسوني لبس لموت. لك أبو حمدي هدي 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 لا حول ولا قوة إلا بالله سخنت لكم. شوي إلهي ربي بيربطكم بالأفراح يا شباب. إلهي ربي يعطيكم العافية عزبنا. دورينا شيء سكرية؟ لا بس سكروا الباب وراكم وقولوا لمعلمك انه انا بكره بتصل فيه. الحمد لله على سلامتكم ابو صبحي. والله مالك يمين علي دعيت لكم من صمصيم قلبي. الله يقدرنا على مكافاتك يا ابو مازن، يعني وقفتك معنا ما راح انسى لك اياها طول عمري. العمى ضربهم ضرب هالكيلهم بالضرب لصبحي وربحي. الحمد لله يا ابو صبحي انكسرت رجلك حتى ما يقربوا عليك. ومين قال لك ما كان راح يقربوا علي يا صهري؟ بس اختي الهي الهي يا شكريه ما اركض لك الا بالافراح. لحقتني وهن عم سطحوني بالارض لحطوني بالدولاب. الله يقدرني على مكافاتك يا اختي الله يقدرني على مكافاتك. معقوله لك اخي؟ ايه انا ما صدقت وشفتك تقبرني ببديك بدمي. ست شكريه احكي لنا كيف طلعتيهم؟ ايه حكايه بتنحكى لكل محب. رحت لك لعند جمال داري هالجمال طلع شيء مهم كتير، خدم وحشم وسيارات وكلابات وكل شيء بدك اياه ابدا. ولما نزلت من السياره اللي بعتها مشان ياخذني فيها ما ضل حدا واقف الا ما ضرب لي سلام. فت لعنده عرفني على مرته وقعد جنب مني وصار يحكي قال انا قديش اللي فضل عليه. قمت انا صرت ذكره كم قتلي قاتلته بزماني. الله عليك يا اختي يا شكريه، يعني بتضلي مثل عادتك بس فتحي بتضلي مثل عادتك. انا كنت حابب اضحك بس بدي قاتل. اضحك تقبرني اضحك؟ شو فيها هالدنيا؟ ان شاء الله الهي بتضل طول عمرك ضحكان. حاصله شرحت له الموضوع كامل. عم قال لي بتعرفي بانو فرع؟ قلت له ايه طبعا. مدري ب 313 مدري نقلون على 414. على عافية عليكم يا على الله. عم حمل هاللاسلكي دغري واتصل قال لهم الو بدي عزمي سكجها واولاده خلال نص ساعه يكونوا عندي. سووا لي هالقهوه شربت هالقهوه لبين ما كملت فنجاني ولا اجى العسكري قال له سيدي عزمي سكجها واولاده معنا بتحب نطالع لك اياهم لهون؟ قمت قلت له انا لا دخيلك بيكونوا قلقانين علينا بالبيت خلينا نروح دغري على بيتنا. بعتلي حما الهي بعتلي. ومثل ما لكم شايفين بعد معي هدول وسيارتين وقال لهم بتطالعون دغري على تخوتهم وما بدي واحد يقول اي. على عمتي انتوا عم تقولوا ما عم تقولوا اي. قولي علي وهذا اللي صار لك اخي. لكن كيف قالوا لك يا ابو حمدي انه شغلتهم صعبه وله اتصالات وارتباطات؟ كذب يا على قامتي مالكم شايفينهم بس هن بدهم يلفقوا لهم تهمه. عم تنقف علي نقف. قولي على قامتي نقف. قولي على قامتي تقبرني متضرب متضرب. عمتي؟ نعم. ولا عم تنقف هي ما عم تنقف. ايه معلش وحده خليها معلش. قالت لي يا حبيبي ضربوك صهري؟ ضربوك كثير ما؟ ما مرت عمي ما ضربوني. ضربوني يا حماتي حطوا لي راسي ورجلي بهالدولاب ونزلوا فيني على ضرب وعلى ضرب وانا مالي متعود انضرب. اخ يا حكي ما بعرف احكي انا هلا. المسكين ربحي اكل اكثر واحد. شفت الموت بعيوني يا دكتوره كل خيزراني اكله بلون. الله وكيلك فتش سي طالع قدامي هيك شفت لك الوان ايه بحياتي ما شفت مثلك. اوه سلامتك ربحي. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتهم. أنا رأيي نتركهم يرتاحوا ونروح هلأ. أنا نروح دكتورة؟ لا والله والله ما بروح وبترك أخي بهالحالة مع مصار. طيب ابقي عنده للصبح ست شكرية وأنا إن شاء الله بكرة 7:30 الصبح بكون عندك مشان ترتاحي. ولا يهمك دكتورة أنا موجودة. حبيبتي أنتي ما بتكفي لازم يا أنا أكون موجودة هون يا ست شكرية.
ايه بس قبل ما تروحوا حبيباتي بدكم تساعدوني انقل صبحي وربحي على تخوتتهم. يا رجلي يا رجلي حد عم حس فيهم لرجلي قديش عم جعوني خيالولو يا رجلي تعرفي لولو لو يعني ها بقيت لي شي ساعتين زيادة كتمتت من رعبتي وحوش خزيت العين لولو لك شغلة بضحك يعني ها شغلة دقيقتين دقيقتين ونص كنا خليناك تفضي وتغسلي اليوم يا رجلي قلت لك صبحي ليش الدكتورة طلت جافصت معي قد نتناوب عليه لعمه حسبت لي الدكتورة والدكتورة والدكتورة ريتها تضرب بها الطلع انت بحياتك شفتي واحدة بتطلع باللي بيحبها هيك تضرب بها اللوك حولها المهم يا سبتي خلينا نكمل لك السيرة دكونا بهالسيارة واخذونا سيرة شو ضريب يا غن العال طمشونا عيوننا وما شارونا الجلدة لحتى هيك حسينا حالنا قاعدين بأبو رجعت لك على بابا سمعت صوته طالع على برا هن زاركينه بهالزاي وناسين في خلع كف ياخذه وكف يجيبه بالفواصل يطلع يغني طول البون هيا انا حسيت انا لما اخذوا عيوني هيك على الجو طلعت هيك لقيت لك ثلاثه يخزل العين كل واحد قد الحيط اجى واحد بناتهم قال له وينه الحمار قلت له انا سيدي هيك فخر وبقوة قال له هذا الشحط قال له ايه هذا الشحط وشحطوني على الارض على الارض يشحطوني ويأخذوني ويجيبوني ذبحوني ذبح ودكولي راسي ورجلي بالدولاب دولاب سيارة حبيبتي هيك قدو شلون دخلت فيه الله وكيلك ما بعرف قوم دكوني فيه وكلبشوني دي هيك وانا ورا لك لحظة شوي هن نسوا يعني انه كانوا مكلبشينه هيك من قدام ونزلوا فيني ضرب 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 يسلم لي الابتسامة ما عاد حسيت برجلي صبحي قلت لك الدكتورة طلع كانت معصبة دكتورة طلا لك شو دخل دكتورة طلا ما يا حبيبتي عم بحكي لك على وجعي ما عم تحسي فيني انت دكتورة طلا انت سمعتي منها الكلمة يعني يمكن هي هيك عم تمزح حكتها بلا قصد انا عم اقول لك عم باكل ضرب خليني كمل لي هذا اللي قال عني هذا الشحط الحيط ايش قال لهم هذا الظاهر ما عم يوجع طبعا البركة فيك يا حبيبتي عملتي لنا ورك شوب يومين خزيت العين صار جسمي مثل الصخر قال له احزني شو جابولي جابولي كامل الرباعي وطاخ طيخ طاخ طيخ مثل الشحط يستمني اللي خلاقي وانا سمعت صوت صبحي وهن عم يضربوه كان في عقل وطار لك ما خليت ولا كلمه ما حكيتها يعني قامتي يا اخي يا ريت انا ولا هو قام اجا واحد قال لك عم يسبنا قدامنا ولك ما بك في سبيتنا بالبيت هاي رجلك مكسورة ايه راح اكسر لك التانية وعمل ربسني يعني كل ربسي على اجري السليمة حسيت انه قلبي غاب يا اختي تقبرني يا اخي يا ريت رجلي ولا رجلك وبعد ما خلصوا من صبحي ما خلى مسبة ما سبهم واحد قال له للتاني هات الابهاد هات هات رأس الحية ورئيس شبكة التجسس ورقدوا علي وشحطوني وحطوا رجلي السليمة وراسي بالدولاب والله ستر يا أختي كانوا عم يعملوا شاي التهوا بتلقيمه وصبوا بالكاسات وهالشغلة اجت من حظي أنا بعد شوي دخل واحد بسرعة لعندهم ووشوشوا لواحد منهم من هدول اللي عم يضربونا قام اللي عم يسمع قال لواحد من الموجودين لك فكوا لك فكوا بسرعة بسرعة لك فكوا ايه وصحي هداك التاني قصده صبحي ها وطلعونا على السيارة واقف بنشوف ربحي فيا وجابونا لعندك ذكرتني تقدرني هلا الحمد لله على سلامتكم رايح اشوف ربحي اختي لانه ما عنده حدا والصبحي مرته جنبه وانت نام طلع الضو يلا تصبح على خير وانت بخير او مامي مامي بلو
اوه عمتي 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 اطفيلي الضوء الله يخليكي. حط بوشي اضوية يا عمتي ليوم الاضوية، صرت ضوي تضواية، صار عندي طاقة ضوئية لثلاث اشهر لقدام. اطفي اطفي. غطي لك اجريك عمتي. لا لا عمتي شو ضغطي لاجري، عم ينقفوا علي نقف نقف. اما يا عمتي اكلت لك كم نقفة خيزرالي بيطيروا العقل ولا بالاحلام، وكل ما عود ما حس برجلي كانوا يحطوا لي عليهم ملح. يا الله يا عمتي، مثل البصلة لما بتلكيها بالملح وانت عم تاكلي رز وفاصولية. شو اشتهيت الرز وفاصولية فريك. وتموا يضربوني هيك بيقولوا لي اعترف. لا اعترفت. اعترفت؟ طبعا عمتي طبعا بدي اعترف. بدي اخلص من القتل يا عمتي. قالوا لي انت عضو بشبكة تجسس. قلت لهم لأنه عضو فعال. لأنه العضو الذي لا يعمل يضبر. قالوا لي لأي شبكة تابع أنت؟ قلت لهم يا حذركم أنتوا لمي بدكم كون تابع؟ قالوا لي إيش وعم بتسايرنا. أخذوني وحطوني بهالدولاب. وعلى وين بيوجعك يا عمتي؟ وفوق سبوني شو مسبة؟ يا الله شو حلوة، مستحي أقولها هوني أنا هلأ. آخ بس بالأخير اعترفت. وليه على بدنك؟ بإيش اعترفت؟ أوه لهم في ناس عم تتصل فيني بالليل على التليفون وبتعطيني كل التعليمات. يو عن جد عم تحكي لك ربحي؟ لو شو عن جد عمتي؟ عم بحكي هيك مشان أخلص من القتل. قالوا لي عم بيعطوك مصاري؟ قلت لهم عم بيفتحوا لي حساب بسويسرا وبيحطوا فيه المصاري. قالوا لي شو عم تعطي المعلومات؟ قلت لهم قديش في عنا طيارات؟ اكل طيارة. قديش عنا دبابات؟ اكل دبة من فوق. الله وكيلك يا عمتي حليت مفاصلي. لك صوت مثل الزيبة. ما في مفاصل. عم قالوا لي تعترف؟ قلت لهم ما ب... ما اخ يا عمتي قلت لهم ما بعترف ما بعترف. قالوا لي شو عم بتغنينا؟ اخذوني ورجعوني على الدولاب يا عمتي ونزلوا ضرب مثل المجانين وعينك ما تشوف الا النور. بس تعدك الصراحه اكتشفت لك انه هدول الناس لطفاء ظرفاء مثقفين ادميين، ريت ربي هيك يطعم لكل مين مشتهي. ظلام يا ست شكريه ظلام، زكاتك ناوليني هذا الصحن من عندك. ايه على عيني تفضل. يسلموا. بس تعرفي طلعتي من خرجهم. ايه بعت لي حمى قطع لي قلبي هالربحي. شوفي دكتورة حطيت راسي لأقفل شوي قامت غمضت عيني شي خمس دقايق وشفت لك هالكوابيس والقتل والضرب. يلا طيف يلا طيف. دكتورة خليني ساعدك شوي، انتي ما بتعرفي بغراض البين. انتي روحي وما عليكي، انا بدبر حالي. بعدين مو بدك ترجعي بعد الظهر مشان تاخدي محلي؟ طيب ومستشفاكي؟ طمني اخذت يومين اجازه. برافو عليكي، لكان خاطرك روحي. مع السلامه. دكتوره تقبرني اوعي تنسي تصحي فتحي مشان مدرسته. ها إيه لا ما رح انسى، رح احط فطور لعزمي لاني علي من امبارح ما داق اللقمه وبروح بفيه. يلا اودعناكي روحي. شوفي قديش حلوه مو مثل الصوره. ايه والله روح قلبي هالقصص انا والله شاطر. شو رجلي رجلي معلش شو حتعمل كمان وحده؟ طولي بالك شوي بطلع طيري على هلا. شو شوي ما تكتر عجينا شو طير العقل. خلص يلا خلص خلص. ايه انا كمان لازم اقوم شوف شو عم بيعملوا بالمطبخ. يلا معي. الحمد لله رضيت علينا. صباح الخير دكتور. صباح النور. بعدي عندي هيك نقصتيني. انا اسفه دكتوره ما كان بقصدي. تحبي ساعدك بشي؟ ما بدي شي منك. روحي افتحي الباب.
مرحبا عمو، كيفك؟ أهلين عمو. أبو صبحي فايق؟ إيه فايق، تفضل. يلا يلا يلا. مين جاء؟ أنا دكتورة سمان أبو مازن. تفضل. يلا. شبكي حبيبتي شبكي. أي 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 رجلي، عم جعوك رجليكي شبكي. لا، هي الدكتورة طلة تبعكم. شو بها؟ تعيد احكيلي شو بها؟ شو بعرفني؟ صار عم تتأمر ولسه ليش نقستيني؟ وروح افتح الباب ومين اجا ومين ما اجا. الحما معك حق، العمى. شو غريزة حبيبتي؟ عرفتي هلأ ليش انا وفتحي وربحي ما بدنا نخلي عزمي يتجوز؟ مش هيك قصص. روح عند التاني. العمى جنة مخلوقة. اهلا وسهلا يا ابو مازن، علي بالله شرفت. يا اولاد الفطور صار جاهزا، تعال يا فتحي تعال يا روحي. لا اله الا الله، ان شاء الله ما بشوف شر يا ابو مازن. يا الله سلام يا الله. وينك يا ابني يا صبحي؟ لا اله الا الله. وينك يا ابني يا صبحي؟ تعال انت وبرتك. العمى شوف تيتك طويله، شو عم تسوي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اجلسي يا أمة الله. كيفك أبو مازن؟ أهلين دكتورة، أهلينك مرة. الحمد لله. بدي إيدك مازن، بدي إيدك. سبقتكم تعرفني، ما بخجل منك أنا. إيه سيدي، وين كنا؟ صحيح تذكرت، هذا يا سيدي كنت عند أبو إياد واقف بالدكان، ولا اختك ام حمدي هجمت لك عليه ومسكت بخوانيقه ونزلت فيه. يا صفتك يا نعتك، ما خلت عليه ستر مغطى. وقالت له انا بورجيك، لو ما خلصته من بين ايديها لكان نفخها. شو هاي؟ روحوا. وقالت له انا بورجيك، اذا ما بحطك محل ما حطيته ما بيكون اسمي شكريه بنت انيس. وهالمسكين هالمسكين قال ما عارف شو بده يساوي. خوش انا قلت له عن هذا جمالي اللي كان طالب عند اختك ام حمدي، وكيف امر بفكهم بنص الليل بذات اللحظه، وارتعب لك رعبه الله مولاها. وقال لي دخيلك يا ابو مازن، دخيلك، اخطأت منكم السماح، دخيلك. هذا جمال قادر على انه يحطني بمحل الدبان الازرق ما بيقدر يوصل له. دخيلك، استسمح لي من ابو صبحي وقل له أنا جاهز لأي شيء بس يفك لي رقبتي من إيد أم حمدي. باس إيدي وقال لي إنه أحكي لك مشان يطلع لعندك يستسمح ويبوس راسك. ها شفته؟ يمكن هو. عادي محلك، أنا بفتح. صباح الخير يا أختي. نعم أمور. ما في شيء، بس بدي اشوف ابو صبحي وشق عليه. ها جاي تشوف ابو صبحي وتشق عليه؟ يعني ما كفاك اللي عملته فيه امبارح، كمان جاي تكمل عليه ما هيك؟ عفوا انا مو قصدي، انا جاي استسمحه. بقى الله يخليكي يا اختي، اذا انا مالي اختك. عزمي نايم وما بده يشوف حدا. لك مو حرام عليك يا ظالم بنفس اللحظه تشفه تقرير مشان ياخذوه؟ انا رحت اتواصل مشان تتواصل. لك في حدا بيعيش بالعالم على أذى الناس يا أبو إياد؟ مو اسمك أبو إياد؟ بلى. لك نشوف يا أبو إياد، نحن لا بنعرفك ولا بتعرفنا، بقى كيف بلاك عنا أحسن لك. ولا والله بخلي اللي طالع عزمي وولاده من هنيك يحطك محلهم. ها الله يخليك يا أختي، بركي بتقولي له لأبو صبحي إنه أبو إياد على الباب بده يشوفك. أنت شو عم تعملي هون؟ روحي كملي فطورك. شوف أبو إياد، إذا ما بدك تمشي من هون بالذوق رح أضطر سكر الباب بوشك. يعني بيرضيك تعمل معي هيك؟ لك يا حبيبتي يا لولو، ما بيرضيني ما بيرضيني، بس يمكن المخلوقة ما كان قصدها. مو قصدها؟ لا يا سيدي قصدها، لأنه أنا أول مرة فوت لعند على المطبخ مشان إلا صباح الخير قلعتني، مع أني أنا كنت داخل ساعدها. وتاني مرة وقت اللي قالت لي خليكي أنا بفتح الباب، وتالت مرة وقت اللي تنتورت فيني وقالت لي روحي كملي فطورك. منيح ما عملت لك هيك بعيونة، إيش كنا نساوي؟ أخيته؟ ها
حبيبتي مو انت رحتي تشاطرتي وخطبتي له اياها لبابا؟ شايف قديش انا قلبي طيب، بس والله ربحي السهيان طلع معه حق. معلش معلش لازم نتحملها، يمكن يعني يمكن هي معصبه شوي. انا قلت هيك امبارح، بس اليوم لازم تكون هديه. لا مو بس هيك عم تعمل معي، الا عم تستقبل اللي بدها اياه بالبيت وبتقلع اللي ما بدها اياه، بس انا فهمانه ليش هي هيك عم تعمل. ليش؟ بدها تفرجي الكل انه هي صاحبه الكلمه بالبيت. لا لا حبيبتي لا 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 طولي بالك، حرام مو معقوله. ها يعني انت معها؟ لا انا معها، ابعت لي عمها ان شاء الله بكلب. انا معها، معك انا، بس ما بصير نظلمها. قلعتي؟ ايه قلعته. لك بدك ياني استقبله بعد كل اللي عمله فيك؟ ايه بس مو حلوه رجال دقبابنا. إيه انت ناقصك تقرير تاني ولا شو رايك ابو مازن؟ احسن ما بيقولوا الباب اللي بيجيك منه الريح تدوس تريح. شو براسك هذا؟ وانا عم حضر لك الفطور الصبح حيلولو اجت ورعبتني فطرقت راسي. عزمي بدي اقول لك شغله، احكي مع لولو كم كلمه، الا لا تحشر انفه بكل شيء، خلي تلتهي بجوزها. ربحي ايه؟ اه مين انتي؟ شو جابك لهون؟ ما في شيء، انا جاي بس اطمن عليك. تطمن علي؟ جاي تشمتي فيني؟ اصلا انتي سبب مصايب كلها. ربحي ايه؟ بصراحه بصراحه انا جاي اتفق معك. شو تتفقي معي؟ على شو؟ مو انت مالك حابب للدكتورة طلال؟ ماشي انا معك. حلي اللعب، العب 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 العب. ملعيني ملعيني يا ويلي.